أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن نسب الإنجاز بمشروع تنفيذ 303 وحدات سكنية بمدينة سلمان بلغت 75%. وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات للمستفيدين خلال العام الجاري. وأضاف الحمر أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة الحالي، وأن وحدات المشروع قد سبق وأن تم تخصيصها للمواطنين في إطار برنامج تنفيذ أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين، منوها إلى أن زيادة وتيرة الإنجاز بتسليم المشروع خلال الأشهر المقبلة تبعا لخطة التنفيذ المتفق عليها، مشيرا إلى أن البنية التحتية والخدمات المرافقة لمشروع بناء 303 وحدات سكنية مكتملة ومؤهلة بالكامل، مما يساهم في سرعة تسليم الوحدات للمستفيدين فور اكتمال نسب الإنجاز، موضحا أن تصميم هذه الوحدات وتنفيذها يتم وفق نموذج سكني مطور وتصميم عصري حديث، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة معيشية متكاملة من جميع الجوانب.